خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن اجتماع اليوم واستعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار المقرر عقدها يوم 3 مايو القادم مع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. برحب بحضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في التاسعة. أهلا بحضرتك يا فندم. لو تطلعنا يا فندم على آخر الاستعدادات الحوار الوطني لهذه الجلسة. أولاً الحركة استمر من الساعة 2 تقريباً 2 إلى ربع لحد تقريباً يعني أنا سبته من ساعة بالظبط وكان لسه شغال. كان لازم أغادر لظرف طارئ، فكان هو حوار في منتهى الأهمية تقريباً، يعني حسمت فيه أشياء كثيرة جداً على مستوى التنظيم. يفترض أن هذا هو الحوار الجلسة الأخيرة، أو ربما تكون هناك جلسة سريعة قبل يوم الأربعاء الجاي وهو موعد الانطلاق الفعلي للحوار الوطني. يعني أقدر أقول لحضرتك على أنه كان فيه نقاش تفصيلي، الجلسات هتبتدي إزاي، مين اللي هيتكلم إزاي، العدد، لكن كان فيه جزء نقاش مهم على الجلسة الافتتاحية. وأقصد بالجلسة الافتتاحية من اللي يحضر ازاي، المكان فين، يعني هناك تفكير ان تكون هناك جلسه افتتاحيه بقى خارج الاكاديميه الوطنيه للتدريب بحكم انه سيدعى عدد كبير جدا من المدعوين من القوى السياسيه والاحزاب والنقابات والشخصيات العامه، فربما يكون هناك مكان لجلسه افتتاحيه مختلفه على ان يعود الانعقاد فورا للأكاديمية. أنا متصور أنه يوم 3-5 زي ما اتفقنا جلسة الافتتاحية، يوم بدءا من يوم 7-5 ستكون هناك بدء الجلسات التخصصية في المحاور المختلفة، والأغلب الظن أنه يبقى فيه البداية بالمحور السياسي ثم المحور الاقتصادي وبعده المحور المجتمعي بمعدل جلستين كل يوم، كل جلسة مدتها 3 ساعات. طيب يا فندم، يعني أهم الملفات التي ستطرح في هذه الجلسة إن كان سياسيا اقتصاديا أو حتى اجتماعيا؟ طبعا يا فندم زي ما احنا يعني أو كما صار معروفا هناك 3 محاور في هذا في الحوار الوطني: المحور السياسي، المحور الاجتماعي، المحور محور اقتصادي سياسي اجتماعي. ثم هناك طبعا في كل محور مجموعه من اللجان ومجموعه من الموضوعات، بمعنى ان هناك 3 محاور، 19 لجنه، 113 موضوع. اقول لحضرتك بسرعه على يعني في المحور السياسي على سبيل المثال في لجنه الاحزاب السياسيه. دي لجنة طبعا تختص بنقش اوضاع الاحزاب السياسيه وتشجيع ودعم الاحزاب. في لجنه مهمه جدا، لجنه المحليات. ثم في لجنه النقابات والعمل الاهلي، ودي لجنه في غايه الاهميه برضه، ولجنه حقوق الانسان والحريات العامه. في المحور الاقتصادي لجنه لجان مهمه جدا، لجنه الدين العام وعدل الموازنه والاصلاح المالي، لجنه العداله الاجتماعيه، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة السياحة، لجنة الصناعة، لجنة الاستثمار الخاص سواء كان محلي أو أجنبي، ولجنة مهمة جدا جدا لجنة التضخم وغلاء الأسعار. عندنا طبعا في المحور المجتمعي مجموعة أيضا من لجنة التعليم ولجنة الصحة، لجنة القضايا السكانية، لجنة الشباب، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأخيرا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. دي المحاور واللجان، وفي كل وتحت كل لجنة موضوعات مختلفة، موضوعات كثيرة وفي غاية الأهمية. يعني إن شاء الله يكون الحوار على مستوى المسؤولية ويؤدي إلى النتائج المرجوة إن شاء الله. طب يا فندم، آلية نقاش أيا كان الملف المطروح، آلية نقاش هذا الملف وتقديم حلول، هل بيتم الاستعانة بخبراء ولا إزاي بتحصل؟
يا فندم هناك يعني ربما البعض كان يتساءل هو ليه الحوار الوطني خد كل هذا الوقت؟ صحيح. تقريبا سنه دلوقتي، لان احنا كنا مشغولين بالضبط بالتفاصيل دي. هناك يعني في مجلس الامناء هو السقف العام اللي هو يعني المهيمن العام على الحوار، او هو المدير الذي يدير ويشرف ويقترح. تحت هذا الامر هناك المقررين والمقررين، كل محور له مقرر ومقرر مساعد. كل محور عام، وكل لجنة من اللجان لها مقرر ومقرر مساعد. المقرر والمقرر المساعد مهمتهم إدارة الحوار التفصيلي داخل اللجان. جوه كل لجنة هناك مجموعة من المتحاورين يمثلون الآراء المختلفة، بمعنى أنه عضو من الحوار الوطني والمقرر والمقرر المساعد مع من تم اختيارهم من الأسماء المرشحة للحوار نفسه اللي هي القوى السياسيه المختلفه، اقصد بيجلسوا في الجلسه او في وكل ويدور الحوار وينتج عنه التوصيات او الاراء او المقترحات المختلفه التي سيتم رفعها من قبل مجلس الامناء الى السيد الرئيس. طب عشان الناس تتخيل معانا حجم العمل كمان يا استاذ عماد، عدد المقترحات اللي وصل لكم حوالي قد ايه خلال هذه السنه؟ يا فندم المقترحات بالالاف، ها؟ لكن النقطه الجوهريه كما تعلمين، يعني مثلا على سبيل المثال في لجنه الاحزاب الخاصه بالاحزاب سوري اللجنه الخاصه بالنظام الانتخابي. عشرات او مئات الاقتراحات، لكن في النهايه هي معظمها بتدور حوالين اربع خمس اقتراحات، بمعنى ان النظام الانتخابي اما انه ناس يقولوا والله عايزينه بالقائمه بالفرد خالص، وناس يقولوا بالقائمه النسبيه، وناس يقولوا بالقائمه المطلقه، وناس يقولوا ندمج بين الثلاث طرق. وبالتالي الافكار الجوهريه خاصة بالمحاور في النهاية يمكن اختصارها إلى مجموعة قليلة من الأفكار الرئيسية. طبعا عدد كبير من الناس يعني يميل إلى تشخيص المشخص والشرح. الشعار اللي رفعه الحوار إحنا مش رايحين يعني نشخص المرض، المرض معروف للجميع، إحنا بنحاول عبر الخبراء والمجلس الأمناء وحاجات كثيرة تقديم روشتات للعلاج. وروشته قابله تكون موجوده في صيدليه، قابله للشراء والتنفيذ، مش ناس يعني هنقعد كل واحد يستعرض افكار ومقترحات راي. نحن نتحدث عن افكار قابله للتطبيق وقابله لوجود مقترحات واجراءات على الارض. طيب ما المنتظر من هذه الجلسه الافتتاحيه المقرر عقدها يوم 3 مايو يا فندم؟ السؤال الثاني سألت المنتظر يا فندم من هذه الجلسه، الجلسه الافتتاحيه المقرر عقدها يوم 3 مايو. الجلسه الافتتاحيه يا فندم هتكون جلسه اطلاق الحوار الوطني الفعلي، سيكون الهدف الاساسي هو اعاده التاكيد على الهدف الجوهري للحوار الوطني، وهو تنشيط العمل السياسي، او كما قال السيد الرئيس تحديد اولويات العمل الوطني، ايه هي القضايا الرئيسيه اللي كل طرف بيرى ان هي ينبغي ان تناقش او تجد حلول، وستكون يعني لن تكون جلسه طويله، وبعدها يبدا مباشره الحوار الفني. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، ونحن بانتظار طبعا هذه الجلسه الافتتاحيه المقرر عقدها يوم 3 مايو باذن الله.